المقابله ديال اليوم وجميع المقابلات. بالنسبه للمباراه ديال اليوم كانت صعيبه شويه مع خصم يعني في الحقيقه متمرس، عنده لاعبين لعبوا في اقسام يعني اكبر من هادو وبينوا على مستوى عالي. الفريق ديالنا حنا كان خصنا واحد ثلاث نقاط باش كما نقولوا نحيوا شويه انتصارات هنايا، لان كان غابت علينا يعني الله عندنا انتصار وجوج ديال التعادلات في الميدان. وهذا المقابله الثالثه، مباراه كما شفتوا انتهت شوطها الاول هدف لصفر ضربه جزاء ديال ميسي صابر. اللاعبين قدموا مستوى طيب، لان في الحق راه المباراه ديال اليوم زرنا بزاف ديال التغييرات والاصابات وديال الغيابات، هي كان اللي خلوا اللعابه كيلعبوا اول مره بيناتهم. الحمد لله يعني قدموا واحد الاداء ممتاز. بالنسبه لما شفتوا المباراه انتهت الشوط الاول، يعني الحكم علنا على هذه المقابله لان على حسب ما كيقول الحكم الخصم ما بقاش نزل ارضيه الميدان، لكن هو سيف المقابله والخصم نزل. كتبقى هذه مساله بين الخصم وبين يعني بين التحكيم. ما تفوتنيش اشاره باش نشكر الفريق ديال امزورن، لان يعني الصراحه اللاعبين ديالو بينوا على امكانيات ممتازه وروح رياضيه عاليه، لانه يعني رغم هاد المقولات الهزيمه والتحكيم اللي نهى المقابله دخلوا للفيستير وسلموا على اللعابه وطلبوا المسامحه، وحنا كنشكرهم بزاف على هاد الرياضيه هذه وشكرا. دخلنا المباراه يعني دخلنا في بريمير ميتور كما تشوفوا، يعني غير دخلنا عندنا على ضربه جزاء، عندنا على ضربه جزاء اولا ضربه مشكوك فيها ولوطون ديالها يعني في الدقيقه الاولى. ملي هضرنا معاه قلنا له يعني شنو هذا الشيء وهذه مهم، وبقى كيتمادى. والمشكل اللي عنده يعني كثار اللي استفزنا حنايا هو ملي اللاعب كيمشي عنده كيقول له راه هذا راه خطا، ولا هذه راه هذيك علاش ما درتيهاش، ولا علاش درتي هذه، شنو كيقول لهم؟ هو كيستفزهم بواحد الطريقه يعني ما يعني بحال جوي يعني ماشي سوقه، يعني اي حاجه قلتيها له هو كاع ما مسوق. صافي حنايا قدمنا الاعتراض التقني للسيد ديال الكير، قلنا له راه السيد الا تواصل على هاد الاخر على هاد النمط ديال يعني الحكام بدون مستوى كاع، يعني كفيهم باستثناء واحد المساعد الاول يعني كان شويه مركز معنا في الماتش. قلنا له راه هادي ماشي كره، قال لك اسيدي المهم واحد قدم الاعتراض التقني ديالك ولا دير اللي بغيتي، المهم مشينا للسيد ديال الكير. قلنا له الا غيواصل هاد الحكم بهاد الطريقه هادي حنايا ما غنلعبوش الكره. قال لك مهم غادي نشوف معاهم. مشى عندهم سيو ديليغير قال لهم راه الناس ديال امزورن راه كيقولوا حنايا راه ما غنلعبوش الكره الا يعني غيوقفوا الماتش. صافي هو ملي جينا دخلوا مشى المدرب هضر مع اللعابه على اساس غيلعبوا الكره يعني ما غايقولوش شي حاجه ماشي هي هذيك، وما غيضربوش الحكم. مهم بزاف ديال المسائل يعني حاول باش يكتفهم باش الحكم يكون يعني في الراحه ديالو في التيران. والسيد ديليغير رجع عندنا، حنايا ديجا كنا ديكلارينا عاوتاني قلنا صافي غادي نرجعوا نلعبوا الماتش، راه الدراري هضرنا معاهم. ملي جينا يعني باش ندخلوا جا عندنا مسيو ديليكير قال لنا ادخلوا كل شيء ولكن المدرب ما غيدخلش. علاش؟ قال لك دوزيام ميطو في دوزيام ميطو قال له راه عنده ادفيرتيسمون غوج. علاش هاد ادفيرتيسمون؟ عطيونا يعني شي سبب من الاسباب يعني انتم درتوا له هاد ادفيرتيسمون. قال لك راه ملي خرجتوا راه قال لهم انتم راه بدون مستوى ما غاديش تطلعوا، واش هاد الهضره هادي عليها ادفيرتيسمون؟ ماشي مشكل، واخا هكذا كنا باغيين نلعبوا. ملي الدراري كانوا مازال كيهضروا مع مسيو ديليكي جايين باش يدخلوا، ما به هو الحكم صفر فينا. قال لك راه انا خمسه دقائق وانا كنستناكم في التيران، هو ما وصلش حتى جوج دقائق. ما وصلش يعني انتم شفتوا اللي كاين، غير وصل له وقف ما وصلش حتى دقيقه ولا جوج دقائق. قال لك راه الماتش تسالى. حاولنا نهضروا معاه، حاولنا نديروا معاه، قال لك طبق القانون سير دير اللي بغيتي بحال. المهم بحال هذا الشيء راه سيبها دابا ما ولاتش كوره، راه عرفتي هذا الشيء ديال الهوات راه ديال التريسيرا بو كاتريام ديفيزيون والتريسيرا راه واش غنقول لك. في اخر المطاف انتم ما كتحملوا المسؤوليه الكامله. المسؤوليه الكامله كيتحملها الحكم ومسيو ديليغير الا هو ما مشاش عند الحكم وقال له راه الناس غيلعبوا. راه حيت حنايا ريكلامينا ما غنلعبوش الماتش، ولكن ملي هضرنا مع الدراري قالوا لينا غنلعبوا، مشينا عند مسيو ديليغير قلنا له راه حنايا غادي نلعبوا الماتش. مسيو ديليغير ما عرفت هو الحكم كيقول لك راه ما قال لي والو، ماشي سوقي انا قالها له ولا ما قال، انا ما مكياش من نهضر مع الحكم، انا نهضر مع الديليغير. الديليغير هو اللي بجنبي يعني حدا الاخر دكات الاحتياط، انا كنهضر معاه هو، الا عندي شي اعتراض كنعترض عليه هو، انا ما عنديش الحق نهضر مع الحكم نهائيا. كيقول لي علاش ما دخلتيش عندي الغرفه ديال التحكيم وقول لي راه غادي نلعبوا، ولكن انا في الاول ملي ديكلاريت ما غنلعبوش ما مشيتش انا
يعني الغرفة التحكيم ديكلاريت للسيد ديليغي في الاول، يعني الديكلاراج خارج غرفة التحكيم كان هو هذاك مزيان، ولكن في يعني في الدوزيام ميطون ملي جينا رجعنا وهضرنا مع السيد قلنا له راه ما غنلعبوش، قال لك علاش انت تمشي ديكلاري لاخر، تمشي لديليغي راجي عندي انا، وعلاش في الاول انت قبلتي بالقرار ديال ديليغي دابا ما قبلتيش؟ انا ما فهمت لهمش، ما عرفت شنو كاين. وهادو هاد الناس هادو راه كسيفتهم كيترينو في عباد الله، راه ماشي هذا راه ألف بحال، وراه حتى واحد ماشي، راه كلشي بحال بحال، راه ماشي بحال بحال 100%، ولكن واحد 90% راه كارثه يعني الصراحه، راه ماشي ما غيهزوهمش، ومازال كيديروا الاضرابات وكيقولوا راه ما غن راه بالنسبه للفريق الخصم ما عندكمش مشكل مع انتم؟ لا حشومه يعني احنا يا زيو يعني الفرقه اللي العلاقه ديالها مع امزورن جد جد ممتازه، الحكم ديال المباراه البطل الاول يعني بدون منازع، وكنا كنهضروا مع السيد الباشا كيرغبوا باش يغوجوي له ماتش، يعني عينا معاه وما بغاش، يعني هو عنده شي حاجه ما يدير، المهم ماشي مشكل، من الاحسن المسؤوليه الكامله كيتحملها هو اللي كيتحملها، من الاحسن يوقف الماتش احسن ما يوقفون اللعابه، يعني هذا عام هذا عامين هذا ثلاث سنين، من الاحسن يعني الانسان يخسر الوقت احسن ما يخسر 11 لاعب. نعم تمس قالوا تزور الشكابه ديال الجمهور زيو ندنت زيو حب زينا بزاف، مشات كذا 160 كيلومتر وخا تسد ترقي يجن الحكام لا يفقه شي حاجه سوى هذه السفر نفسي نسقيش نتصفات، يعني يتكس قانايت شما ونشوف فوز في مرشي، يعني بدانا الماتش كي مخصقان كي بريمير تومبو يفضغان ديليغي الى كان غادي خير يفضغان ديليغي مخصقان ترينافور وتيف شاكين هذه قيمه بارا مرمي ذا سي قطرد الله اعلم واش تيجي شي راح تومي وذا في انك تر اي من بعد يسرايا ديليغي كي مخصقان كي قلبيستير وميدغان فونشين لو فاي سيفلانا ميسي دي يسيفلا فينال الماتش بس في مرشي يعني وسينا ما القانون ما درا 8 عطى هذه خير قمال فيها ماشي مين يوقع مين الفريق وزيو ورغ الكومبو كيس شا المشكل نبا لا فريق كيكون زيو نشي نتأشني عاكي موضي كنا تحيي الجمهور زيو كيكون ناس وتمني غاس التوفيق كيكون ناس شنو غانغا كيسوالو البطل الحاكم تيتجن البطل المقابلة.